تحية طيبة أعزائي، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات سلسلة تاريخ الفلسفة. لازلنا نتكلم عن فلاسفة الطبيعة، وحلقة اليوم معنية بالفيلسوف أنكساغورس. يقول الفيلسوف المعاصر بيرتراند راسل إن أنكساغورس أول من أدخل الفلسفة إلى أثينا، ويقول في مكان آخر أنكساغورس أحد أصحاب التأثير الذي ساعد في تكوين سقراط. فماذا قال هذا الفيلسوف؟ دعونا سوية نتعرف على أفكاره وفلسفته. كل ما يتعلق بفلسفة أنكساغورس سوف نتناوله في هذه الحلقة وبتفصيل مبسط. حلقات هذه السلسلة مقسمة لفواصل زمنية. تحدثنا حتى الآن عن طاليس، أنكسيمندر، أنكسيمنس، الفيثاغوريون، بارمينيتس، زينوفان، زينون الإيلي، هيراقليطس، وأخيرا الحلقة السابقة إمبادوكليس، وها قد وصلنا إلى الفيلسوف أنكساغورس. إذن الفيلسوف أنكساغورس، وهي بنا نبدأ. على الرغم من أن أنكساغورس ليس بالنظير لهيراقليطس وبارمينيتس فلاسفة الطبيعة الذين سبقوه زمنيا وتحدثنا عنهم باستفاضة، إلا أنه له أهمية تاريخية كبيرة لعدة أسباب. فهو من المؤثرين على سقراط، وهو من أدخل الفلسفة إلى أثينا. طبعا هو قدم إلى أثينا من مسقط رأسه في آسيا الصغرى، والذي حثه على القدوم إلى أثينا هو السياسي الشهير بيريكليس الذي كان صديقا لأنكساغورس. استقر أنكساغورس في أثينا لفترة من الزمن حوالي 30 سنة قبل أن يتم اتهامه بالإلحاد ونفيه بعيدا بسبب علومه وأفكاره. طبعا كان ذلك قبل قدوم سقراط. عاقبوه لأنه قال بأن الشمس ليست إلها، الشمس صخرة ملتهبة، وبأن القمر هو جرم من تراب، وبأن فيه جبال ووديان. ونحن نعلم أن في ذلك الزمان كانت جريمة كبيرة أن تنزل هذه الصفات على ما كانوا يعتبرونه آلهة. كانوا يعتبرون الشمس والقمر كائنات إلهية عظيمة مقدسة، وقول أنكساغورس عنهما أنهما مجرد أجرام وصخور كلفه لعنة الناس ونفيه خارج البلاد، خارج أثينا التي لاحقا ومن بعد أن زرع فيها أنكساغورس بذور الفلسفة أصبحت مركزا للفكر عند اليونانيين كما هو معروف. طبعا يقال أيضا أن للوضع السياسي في المنطقة آنذاك دورا في نفيه خارج البلاد، فكونه صديقا للسياسي بيركليس ما جعل أعداء بيركليس يكنون له أيضا العداء، مع أن أنكساغورس لم يكن سياسيا ولم يهتم لشؤونها أبدا، بل كان مفكرا عالما باحثا في قضايا فلكية وعلمية وفلسفية، بالأخص علم الفلك. كان مغرما بعلم الفلك، أفاد بأن كل الأجسام السماوية مكونة من مادة الأرض نفسها، وبأن القمر جزء من الأرض يعكس أشعة الشمس فيبدو لسكان الأرض مضيئا. هو حرفيا الأول في التاريخ من علل ضوء القمر على الوجه الصحيح، كما أنه الأول أيضا من فسر الخسوف والكسوف تفسيرا صائبا يتفق مع الرأي الحديث. كان يعتقد أن هناك الكثير من العوالم غير عالمنا، وأن تلك العوالم الأخرى لها شموسها وأقمارها الخاصة بها، والأهم من هذا أنها عوالم مأهولة بالسكان. إذن كان يؤمن بوجود كائنات أخرى على كواكب أخرى غير كوكب الأرض. هذه هي الأفكار العامة والتعريفية عن أنكساغورس قبل الغوص في فلسفته. الجدير بالذكر أنه لم يكن مهتما بشؤون الأخلاق والدين، هذين الجانبين لم يتحدث عنهما لأنه لم يعرهما أي اهتمام. أما الآن فلنبدأ بفلسفة أنكساغورس. دون فلسفته في رسالة كانت شائعة ومتداولة في عهد سقراط، ولم يبقى لنا منها اليوم إلا أجزاء منثورة. أنكساغورس لم يتقبل فكرة أن مادة أولية وحيدة هي أصل الوجود والأشياء كما قال من قبله طاليس وأنكسيمندر وأنكسيمنس، ورفض أيضا نظرية الأربعة عناصر الماء والهواء والتراب والنار التي قالها من قبله الفيلسوف إمبادوكليس. طبعا هو اتفق مع إمبادوكليس في أن الانفصال والاتصال سبب التغيرات، لكنه رفض أن تكون العناصر الأربعة هي أصل وأساس الوجود والأشياء. بل حتى نظرية الذرة عند ديموقريطس القائلة بأن ذرات متجانسة الجوهر مختلفة الصورة تكون الأشياء، حتى هذه النظرية رفضها ديموقريطس، سوف نتحدث عنه في الحلقة القادمة. بكل الأحوال أنكساغورس رفض إمبادوكليس وديموقريطس معا، فالمصدر عنده ليس الذرات ولا عناصر أربعة. برأيه أن كل نوع من المادة هو أساس نفسه، ليس هنالك ما يبرر أن يكون للذهب أصل كالتراب أو النار
أو أن يكون للخشب أصل كالهواء أو الماء. لما لا يكون أصل الذهب هو الذهب نفسه؟ إذن كل مادة قد تصادفنا في الكون هي في حد ذاتها نوع أولي وأصل أساسي. إذن في هذا الكون عدد كبير من المصادر والأصول، هناك ملايين من العناصر المادية، وليس فقط عنصر واحد أساسي أو أربعة عناصر أساسية، بل الملايين منها، عدد لا نهائي منها. الأشياء والموجودات تتكون من هذه الملايين من العناصر والأصول. يقول أنكساغوراس: كل شيء موجود فيه كل شيء، كل شيء فيه كل العناصر قاطبة بلا استثناء. ماذا يعني أنكساغوراس بذلك؟ يتفكر أنكساغوراس بالسؤال التالي: كيف للشعر أن ينشأ من غير الشعر؟ برأي أنكساغوراس لابد للطعام الذي نتناوله أن يكون به شعرا، وإلا فكيف للشعر أن ينمو؟ وبرأي أنكساغوراس أن أي شيء يمكن أن تجده في أي شيء. فلنفترض قطعة ذهب مثلا، هذه القطعة لا تحتوي فقط على الذهب، ليست ذهبا خالصا وصرفا، بل في هذه القطعة كل العناصر الأساسية، الملايين من العناصر الأساسية. هناك في القطعة تراب وماء وهواء ونحاس وحديد وشعر وخبز وعظام وكل شيء حرفيا، لأنه بحسب ما يقول كل شيء فيه كل شيء. ولكن قطعة الذهب هذه عنصر الذهب فيها هو الغالب على معظمها، وهذا لا يعني أنها لا تحتوي على النحاس أو الحديد أو العظام أو أي شيء آخر. حتى لو لم نلاحظ بقية العناصر، لكنها موجودة، موجودة ولو بجزء صغير. ولذلك أي شيء يمكن أن يتحول إلى أي شيء. هنا أنكساغوراس يقدم حلا لمعضل التحول الأشياء، يقول بأن المادة الجديدة كانت من الأساس موجودة في المادة القديمة طوال الوقت، إذن ليس هناك جديدا فيما ينشأ، إنما تحولا. الطعام من الأساس يحتوي على الشعر والعظام. طبعا هذه الفكرة عارضها أرسطو بشدة، لكن هذا ما كان يقوله أنكساغوراس: كل شيء فيه كل شيء. ومن هنا ننتقل إلى الفكرة الثانية التي تصب في ذات المضمار، الفكرة القائلة بأن كل الأجسام، كل الأشياء قابلة للانقسام إلى ما لا نهاية. أنكساغوراس يؤمن بأن كل شيء يمكن أن ينقسم إلى جزيئات أصغر، وهذه الجزيئات الأصغر تنقسم بدورها إلى ما هو أصغر منها، وهذه الأصغر تنقسم أيضا إلى ما هو أصغر، وهكذا إلى ما لا نهاية. هناك دائما صورة أصغر، الانقسامات لا تنتهي إطلاقا، ليس هناك أصغر صورة، لأنه حكما هناك أصغر منها. وطبعا بدمج الفكرتين معا الأولى والثانية، الأجسام الصغيرة مهما صغرت فإنها تحتوي على كل العناصر، كل الأشياء. مهما كان الجزيء صغيرا فإن في تركيبته أجزاء من كل شيء، يحتوي على أجزاء من كل الأضداد، الحار والبارد، الأبيض والأسود وما إلى ذلك. أنكساغوراس قال بشكل ما أن الثلج أسود جزئيا، بمعنى أن الثلج فيه اللون الأسود وفيه كل الأشياء وكل الصفات، ولكن الصفة المتفوقة هي التي تظهر لنا. فالأشياء تتحدد بالعنصر الأكبر الذي تحتوي عليه لأنه يشغل أعظمها. إذن كل الأشياء تنقسم إلى أجزاء أصغر منها، وليس هناك حدود لهذه الانقسامات، فهي لا نهائية. وكل الأشياء سواء كانت كبيرة أم جزء صغير فيها كل الأشياء، كل جزء مهما صغر فيه شيء من الكل. ومن هنا نتبين فكرة أنكساغوراس عن مكونات الأشياء، فهذه الأجزاء الصغيرة والتي سماها بالمناسبة البذور أو الحبوب، هذه الجزيئات الصغيرة التي لا ترى بالعين هي التي تؤلف الطبيعة وتؤلف الأشياء والموجودات. لما كانت حقيقة الفيلسوف بارمينيتس حقيقة واحدة سرمدية، جاء من بعده الفيلسوف إمبادوكليس ليضاعف هذه الحقيقة ويأتي بالعناصر الأربعة الخالدة. ثم يجيء بعد ذلك أنكساغوراس مفكرا في أبعد من ذلك بكثير، ليمثل الحقيقة والأصول فيها عدد لا نهائي منها. سنأتي لاحقا ونقارن بين بارمينيتس وأنكساغوراس ونفهم رؤية أنكساغوراس في الحواس، ولكن قبل ذلك علينا أن نمر بتسلسل معين كي يسهل الفهم. هذا من جهة. من جهة ثانية، حتى الآن لم نتطرق على الأفكار والمحاور الفلسفية الأهم عند أنكساغوراس، فهو فيلسوف الغائية، فيلسوف العقل المجرد، وحقيقة هذا الجانب منه هو الذي جعله اسما كبيرا من أسماء الفلاسفة الكبار قبل سقراط. ولكن دعونا نتناول الأمور فكرة فكرة ببساطة وبهدوء. أنا أستقصد هذا التسلسل
لأن الأفكار الأولى هي التي ستقودنا بيسر إلى الأفكار الأكبر والأعمق. والآن فكرة أخيرة قبل أن ننتقل إلى نشأة الكون في نظر إنكزاغوراس. من الضروري البدء بالحديث عن نشأة الكون قبل الحديث عن العقل. يقول إنكزاغوراس: لقد أخطأ اليونانيون في زعمهم أن الأشياء تحدث وتزول، وليس في حقيقة الأمر نشأة وزوال، إنما هو اتصال وانفصال يطرآن على مادة موجودة فعلا، وكان أقرب إلى الصواب أن تسمى هاتان تكونا وانحلالا. إذن التحول الذي يطرأ على الأشياء هو في اتصال وانفصال الأجزاء المكونة للشيء، والذي يكون الشيء هي البذور أو الحبوب كما أسلفنا. والذي يعنينا أكثر هو أن المادة عند إنكزاغوراس لا تنشأ ولا تفنى، وهذه نقطة مهمة جدا ينبغي التركيز عليها لأنها ستلزمنا لاحقا. المادة موجودة بذاتها منذ الأزل وإلى الأزل. والآن فلنتحدث عن بداية نشأة الكون، ثم سوف نتطرق إلى العقل والحركة، وبعد ذلك سوف نعود إلى نشأة الكون لاستكمالها. في البدايات الأولى، في الأزل الأول، ملايين العناصر المادية، الملايين التي تكون الأشياء، كانت جميعها خليطاً متماسكاً في كتلة واحدة تمتد في المكان إلى ما لا نهاية. هذه المواد والعناصر بدأت بالسير بعد أن أخذت تنفصل وتتفكك عن بعضها البعض، وكان كل شبيه يسعى إلى شبيهه تقريباً. حتى الآن نفس نظرية إمبادوكليس، حتى الآن مع فارق عند إمبادوكليس فقط 4 عناصر أشباهها تسعى إلى أشباهها. أما هنا عند إنكزاغوراس فإن عدد العناصر لا يحصى. ذرات الذهب تسعى إلى ذرات الذهب، ذرات الخشب تسعى إلى ذرات الخشب إلى آخره. هذه العناصر تنشد الاستقلال بحيث تغدو نقية بالكامل، بحيث لا تشوبها ذرة واحدة من ذرات العناصر الأخرى. وطبعا هذه هي الغاية المنشودة، الغاية التي لا تدرك لا في أعوام ولا في عصور ولا في دهور، بل حتى الوصول إلى هذه الغاية ضرب من المستحيل الذي لن يدرك إلى أبد الآباد. وطبعا نحن نعرف لماذا، لأن كل الأشياء التي هي ليست ذهبا مثلا فيها أجزاء لا نهائية من ذرات الذهب مهما صغرت. يستحيل أن يجتمع الذهب كله بشكل صرف ونقي بالكامل. هناك استحالة، استحالة الوصول للاستقلال التام. كل ما عسانا نشاهده هو شيء يقترب من استقلاله لكن لا يحصره. قطعة الذهب مهما بدت لنا ذهبا خالصا فهي غير خالصة، بل هي أقرب المواد إلى الذهب، وحكما فيها ولو بكميات قليلة أجزاء من كل المواد الأخرى. الخلاصة، يستحيل الاستقلال التام. الذي يهمنا هو الحركة. يبدو لنا أن هناك حركة، حركة تدب في ذرات المواد، وإلا فكيف يسعى الشبيه إلى شبيهه؟ هناك حركة. ولما كانت الغاية مستحيلة، غاية الاستقلال مستحيلة، وكانت الانقسامات مستمرة أبدا، فالحركة سوف تظل أبدا إلى أبد الآباد. ولكن ما تعقيب إنكزاغوراس على هذه الحركة؟ ما سببها؟ هنا بالتحديد تكمن أوجه عبقرية إنكزاغوراس. رؤيته اتجاه الحركة والقوة الدافعة هي ما جعلت اسمه متداولا في المحافل الفلسفية. طاليس وأنكسيمندر وأنكسيمنس قالوا أن مصدر الحركة، حركة المواد، هي المواد نفسها، المصدر ذاته وداخله، المواد تحرك نفسها بنفسها. ثم جاء إمبادوكليس، ولأول مرة في التاريخ ميز إمبادوكليس بين مفهومي المادة والقوة، لأنه رأى كما تحدثنا باستفاضة في حلقته الخاصة، رأى أن القوة المسؤولة عن حركة المواد هي ليست في المواد نفسها، بل هي قوة خارجية خارج المواد. قوتين بالتحديد، الأولى هي قوة الحب المسؤولة عن الاندماج والالتحام، والثانية هي قوة البغض والكراهية المسؤولة عن التفكك والانفصال. بينما ديموقريطس، موضوع الحلقة القادمة، فيذهب إلى أن مبعث الحركة هي سقوط الذرات المادية سقوطا آليا في الفضاء بغير هدى وبغير قصد وغاية. ما أريده هنا هو المقارنة وتبيان عظمة إنكزاغوراس. فعند إمبادوكليس وديموقريطس كلاهما فسر الحركة بأسلوبه، بأسلوب يتناسب مع النظرية العامة لكل منهما، لكنهما بهذه التفسيرات لم يتعديا نطاق المادة، وكلاهما أحالا الحركة إلى الضرورة التي تسير بغير سلطان يشرف عليها. ليس من وراء الحركة غاية أو هدف، وليس من سلطان بصير يراقب ويوجه ويهتم. أما إنكزاغوراس فقد خطى بالفلسفة خطوة جديدة كلياً سمت بها عن مستوى المادة،
وذهب إلى أن القوة التي تدفع المواد هي قوة عاقلة، حاكمة، رشيدة، ذكية وبصيرة. قوة خارج المواد تسيطر وتوجه، تجمع وتمزج، تفصل وتفكك، ولها من وراء هذا المزج والفصل غايات وأهداف ومقاصد. كان أنكساغورس مبهورا بتلك القوة العاقلة، كان مذهولا ومسحورا بالنظام، بنظام الكون وتناسقه وجماله وإيقاعاته المضبوطة. أدرك أنه يستحيل على قوة عمياء أن تخرج هذا العالم الدقيق الجميل والمتناغم. هناك غائية حكما، هناك قصد وغرض محدد. لا تسير الأمور هكذا خبط عشواء، الطبيعة تسعى إلى تحقيق مقصد ما. الإبداع، الجمال، النظام، كل هذا لا يكون بفعل قوة آلية عمياء. هنا تحديدا تكمن أصالة فكر أنكساغورس في قوله، وطبعا هذا القول لم يسبق له نظير في عالم الفلسفة من قبل، في قوله أن عقلا ذكيا حاكما يدير الأمور ويرسم الخطط وينسق وينظم ويرتب كل هذا الجمال البديع في الكون. هذا الإدراك للقوة العاقلة هو انتقال بالفلسفة من طور إلى طور، لأن أنكساغورس وبحسب الرأي الأشع عن أنكساغورس قد تحدث عن عقل مجرد، وهذا هو زعم أرسطو في أنكساغورس. يشير أرسطو إلى أن أنكساغورس قد تخلص من المادة حين فكر في ذلك العقل. وفي ذلك نرى أن أرسطو في طائفة الفلاسفة الذين يؤمنون بأن أنكساغورس فيلسوف الغائية قد فكر في عقل كبير، عقل كامل، وجرده عن الأجسام تجريدا مطلقا. في حين أن هناك طائفة مناقضة لأرسطو ومن كان معه، يقولون أن أنكساغورس كان كسابقيه من الفلاسفة عاجزا عن التفكير المجرد الصحيح، وأن العقل الذي تحدث عنه قد ذهب إلى تصويره بصور مادية. وحجتهم في ذلك أنه استخدم صفات وتعابير لوصف العقل لا تصلح لوصف الأشياء المجردة، إنما تصلح فقط لوصف الأشياء المادية. كمثل أنه قال عقل كبير، والكبير صفة تصف مواد لا قضايا مجردة. وطبعا هناك الكثير من هذه الصفات، النقاء، الصفاء، الدقة، لسنا في صدد التكلم عنها لأن الفكرة أعتقد قد توضحت. الخلاصة أن أنكساغورس برأيهم لم يدرك عقلا مجردا، مع أن كلام هؤلاء الطائفة مردود عليهم بشكل ما، لأن الصفات المادية ليست قاصرة على المادة وحدها، واللغة تنشأ في أول عهدها بين الأمور المحسوسة، ثم مع تطور الفكر البشري ووصوله إلى مراتب التجريد يضطر أن يستعير من معارفه اللغوية ما كان يصف بها المادة، ولكن هذه المرة يصف بها معقولات مجردة. كمثل أن نقول أفلاطون رجل ذو فكر ثاقب، بالتأكيد لا نعني أن أفلاطون يثقب الأجسام كما تثقبها الإبرة. بكل الأحوال هناك طائفتين متنازعتين، والمرجح أكثر أن أرسطو ومن كان معه على حق، وأن أنكساغورس قد أدرك قوة عاقلة مجردة. أنت عزيزي المتابع، ماذا ترجح برأيك؟ أتمنى أن تشاركني رأيك في التعليقات. يقول أنكساغورس إن العقل الذي يحكم الكون متجانس في جوهره، ولكنه يختلف صغرا وكبرا باختلاف الأجسام التي يحل فيها. فالعقل الأكبر يدبر العالم بأسره، وهو لا يختلف في طبيعته عن العقل الأصغر الذي يسير الإنسان فالحيوان فالنبات. أنكساغورس أول من ميز تمييزا واضحا بين العقل والمادة، بعد أن كانت الفلسفة لا تعترف إلا بالمادة وحدها. وهناك عاملان اثنان بعثاه إلى الاعتقاد بالعقل المجرد البصير، وهما: الأول رؤية النظام في الكون والجمال والتناسق والإبداع التي يصعب أن تصدق أنها بلا تدبير بحسب أنكساغورس. ومن هنا نأتي بالعامل الثاني، وهو أن هذا العقل الباعث الحركة في الأشياء والمواد هو الذي يسيرها بغية غرض مقصود وغاية مقصودة ومنشودة. فالتئام العناصر المتشابهة مع بعضها والانحلال الأول الذي دب في المزيج الذي كان في بداية الزمان في الأزل الأول، هذان المزج والانفصال هما حركة، وللحركة مسبب، ومسبب الحركة هو العقل الأول. من هنا جاء أنكساغورس بالعقل المجرد. طبعا هنا بطريقة ما أرسطو يقول أن أنكساغورس يقدم العقل كسبب للحركة لأنه لا يعرف سببا آخر. طبعا كون العقل مسبب للحركة فعند أنكساغورس من الطبيعي والبديهي أن العقل نفسه لا حركة فيه، لأنه لو فيه حركة لاستلزم الأمر أن يكون له محركا، غير أنه ليس هناك محرك له، هو ليس فيه حركة بيد أنه هو المسبب للحركة. إذن جمال الكون وتناسقه من جهة، والحركة التي فيه من جهة أخرى، هي المقدمات التي من خلالها خلص أنكساغورس إلى نتيجة مفادها بأن هناك عقلا مدبرا حاكما منظما مجردا.
وهنا بالتحديد تكمن أصالة فكر أنكساغوراس، ولكن دققوا جيدا، ليس معنى الكلام أنه قال بوجود قوة خالقة، هو لم يقل ذلك، أنكساغوراس قال بوجود قوة منظمة، وهناك فرق واضح بين القولين. هناك عقل ينظم ويدير، ولكن هذا العقل ليس الذي يخلق، ليس الذي خلق. العقل عند أنكساغوراس لم يخلق المادة من العدم، العقل قديم أزلي نشأ بذاته، وكذلك المادة، المادة قديمة أزلية نشأت بذاتها. لا علاقة للأول بخلق الثاني، ولا الثاني له علاقة بخلق الأول، كل منهما متواجد منذ الأزل، وكل منهما نشأ بذاته بما عزل عن الآخر. المادة شيء والعقل شيء آخر منفصل. العقل طرأ على المادة فبعث فيها الحركة والنظام، كما أسلفنا في بداية الحديث عن نشأة الكون. الكون كان في البداية كتلة مادية مندمجة ممتدة إلى اللانهاي، وفي هذه الكتلة امتزجت ألوان المادة امتزاجا بلغ حد الاندماج التام. ضمن هذه الكتلة الأولى، طبعا هنا نكمل نظرية النشأة الأولى، نشأة الكون عند أنكساغوراس. ضمن هذه الكتلة الأولى انسل العقل واستقر في قلبها ومركزها، مسببا بذلك اهتزاز النواة المركزية لهذه الكتلة، مما أدى إلى اضطرابها وحركتها. ومن ثم هذا النطاق الحركي بعد تفعيله من قبل العقل يصير يتسع تدريجيا من تلقاء نفسه، وسيظل تيار الحركة إلى الأبد يوسع من نطاقه متناولا دوما مواد جديدة ساعية بفعل الحركة إلى الاندماج بأشباهها. فالذهب يعتصم بالذهب، والخشب يلتئم بالخشب، والماء يلتقي بالماء، وما إلى ذلك. وفي البدء أول ما طرأ العقل على الكتلة، أول ما بدأ ينفصل من الذرات هي التي فيها حرارة وخفة، فاجتمعت وكونت الأثير أو الهواء العالي. ثم لاحقا مع الامتداد التدريجي لنطاق الحركة بدأت الأجزاء الباردة بالانفصال مكونة الهواء السفلي، ومن الهواء السفلي نشأت الأرض سطحا يسبح فوق الهواء، ونشأت كذلك أجرام السماء التي هي قطع صخرية انتثرت من الأرض نتيجة لدورانها. لمن يذكر في بداية الحلقة كيف أنه اتهم بالإلحاد ونفي خارج البلاد لأنه قال القمر قطعة من الأرض والشمس قطعة صخرية مشتعلة. إذن في النهاية وخلاصة القول عن أنكساغوراس، فإن فلسفته تتميز بطابعين اثنين. الطابع الأول أنه قد فصل العقل عن المادة، ولاحقا كما سنرى من بعده توجهت أنظار الفلاسفة إلى هذه الناحية الجديدة التي هي العقل، ليتخذونها بعيدا عن الطبيعة وظواهرها مادة للبحث وموضوعا للدراسة. والطابع الثاني أنه اتجه بفكره إلى تفسير الظواهر بكونها ذات أغراض وغايات مقصودة، محطما بذلك الفكر السائد من قبله والقائل بآلية سير الأمور ولا غائيتها. ومع ذلك هذين الطابعين قد بالغ فيهما إلى حد الإسراف، فهو قد أسرف في الفصل، فصل المادة عن العقل بشكل كامل، فكان بذلك اثنينيا بالغا، أو فلنقل مثنويا متطرفا. فهو لم يقل أن المادة هي أصل الوجود، وأن العقل قد تفرع عن المادة حتى نقول أنه كان واحديا في ماديته. وكذلك الأمر، لم يقل أن العقل هو أصل الوجود، وأن المادة هي من خلقه وإنشائه حتى نقول أنه كان واحديا في عقليته. ليس هذا ولا هذا، لقد سلم بالوجود الأزلي للمادة كما سلم بالوجود الأزلي للعقل. ومع أنه أعاد الحركة إلى مسببها وهو العقل حتى يكون من وراء الحركة بصيرة حاكمة توجهها نحو غاية معينة، إلا أنه ومع ذلك قال أنه من بعد أن افتعل العقل الحركة في النواة المركزية للكتلة الأولى، فإن نطاق الحركة صار يتوسع بشكل آلي، فكأنما كان يقول أن العقل ينقلب لقوة آلية، مما يجعلنا نقول بأنه قد تراجع إلى حيث أسلافه من قبله. ومع ذلك يبقى أنكساغوراس تاريخيا هو الفيلسوف الأول الناطق بالغائية وبالعقل المجرد. قبل استكمال الحلقة أعزائي، أتمنى منكم دعم القناة والضغط على زر الاشتراك وزر الإعجاب والتعليق إذا أمكن، لأن التعليق يساهم في نشر الفيديو. وأتمنى مشاركة الحلقة مع الأصحاب المهتمين بعالم الأدب والفكر والفلسفة وعالم القراءة بشكل عام. العقل الذي تكلم عنه أنكساغوراس يسميه ناوس،
بعض المصادر وجدتها تستخدم مصطلح نوسا. أيا يكن، هذا الناوس أو هذا العقل لا يتسبب في الحركة فحسب، بل هو يتحكم بالكائنات الحية، هو الذي يجعل الكائنات الحية قادرة على التحرك. يقول أنكساغوراس إن الناوس يدخل في تركيب المواد الحية، وفي هذا تتميز المواد الحية عن المواد الميتة. للعقل أو للناوس قوة وسيطرة على كل الأشياء الحية. العقل هو السبب الأساسي للتغيرات الجسدية. في بداية الحلقة قلنا أنه في كل شيء ثمة جزء من كل شيء. يضيف أنكساغوراس في كل شيء ثمة جزء من كل شيء إلا العقل، فبعض الأشياء لا تتضمن العقل، فقط بعض الأشياء تتضمن العقل. بعض الكائنات لديها الناوس وليست جميعها. المواد الجامدة والميتة ليس فيها ناوس، ليس فيها عقل. أما سقراط كما وصلنا عن طريق أفلاطون وكتابات أفلاطون، فسقراط كان متأثرا بعقل أنكساغوراس، ولكنه في نفس الوقت كان خائب الأمل. فالعقل عند أنكساغوراس ليس له دور في المواد الجامدة غير الحية، وهذا أمر استهجنه سقراط. هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن أنكساغوراس رغم تقديره للعقل إلا أنه لا يستخدم إلا قدر ضئيل منه، وهذا ما جاء على لسان سقراط وأفلاطون وأرسطو. هذا ما أفادت به كتابات أفلاطون. سقراط انجذب في بادئ الأمر لعقل أنكساغوراس، لكنه خاب أمله في أنكساغوراس لأنه لم يستفد من العقل. بطريقة ما كما أسلفنا، تفسيرات أنكساغوراس أعادت الآلية لكيفية سير الأمور رغم قوله في العقل والغائية. كان أنكساغوراس موضع سخرية وتهكم عند الأثينيين وسموه عقل، طبعا كان ذلك من باب السخرية والاستهزاء. ما ناله أنكساغوراس من التهم لا يختلف كثيرا عن الاتهامات التي لحقت بسقراط، كما سنرى لاحقا في الحلقة الخاصة بسقراط. والآن يتبقى لدينا فكرتين أخيرتين. الأولى رؤية أنكساغوراس في الحواس. رأى أنكساغوراس أن الحواس لا تقدم ما يكفي من المعلومات الدقيقة عن العالم، فنحن لا نلاحظ شعرا وعظاما وماء وغير ذلك في الخبز مثلا، غير أنها موجودة كما كان يؤمن. الحواس لا ترى بنظر أنكساغوراس، بينما الحجج العقلية كانت ترى. أنكساغوراس اتبع فرضية بارمينيدس في تحكيم العقل وعدم الانسياق وراء ما ندركه بحواسنا، ومع ذلك كان أنكساغوراس أقل تطرفا وتشددا من بارمينيدس، لأنه لم يعمد إلى تحكيم العقل بتجاهل الشواهد المحسوسة بالكامل، وإنما نادى بمحاولة الفهم فهما معقولا. يعني كان رأيه مماثلا لرأي هيراقليطس في ذلك. طبعا تحدثنا عن هيراقليطس ورأيه في الحواس، وتحدثنا أيضا عن صيرورة هيراقليطس. بالمناسبة أنكساغوراس كان يرفض صيرورة هيراقليطس، يرفض ذلك التحول المستمر من حالة الوجود إلى حالة اللاوجود والعكس. التحول عنده كان تكون وانحلال، وطبعا صار واضحا أنه لم يتفق مع بارمينيدس في استحالة الحركة. وأخيرا رواقية أنكساغوراس، رغم كونه لا يهتم بالدين ولا بالأخلاق ولا بالسياسة، ورغم أنه من أسرة نبيلة وكان كحال أغلب فلاسفة الطبيعة غنيا واسع الثراء، إلا أنه لم يعطي أي أهمية للمال ولا للأمور الدنيوية، كان يركز على فلسفته وعلومه. وإحدى القصص تحكى عنه أنه عندما وصله أنباء موت أبنائه قال: أعلم أن أبنائي قد ولدوا ليموتوا. كان على نحو ما ذو طابع رواقي، طبعا سنتحدث عن الرواقية في وقت لاحق. الحلقة القادمة ستكون عن آخر فلاسفة الطبيعة، وهو الفيلسوف ديموقريطس، لننتهي بعد ذلك من حقبة كاملة في تاريخ الفلسفة، وهي حقبة فلاسفة ما قبل سقراط، فلاسفة الطبيعة، ثم لنأتي بعدها على السوفسطائيين، ثم سقراط وأفلاطون وأرسطو. تابعوا القناة حتى يصلكم كل جديد، انتظروني. شكرا لطيب المتابعة والسلام.